وقع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في الديوان الأميري اليوم بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين، وقع على وثيقة البيت متوحد التي أطلقها المواطن عبد الرحمن مبارك المنصوري بمناسبة اليوم الوطني 42 للدولة. وتعد الوثيقة التي تقوم على جمع توقيع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى في وثيقة رسمية واحدة رسالة حب وولاء لقائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني 42 للاتحاد.